بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. مرحبا بكم في لقاء جديد من مفاهيم ومصطلحات عقدية. السلف والخلف، وما المراد بكل منهما، وما الفرق بين السلف والخلف؟ مادة سلف في اللغة معنى مضى، وخلف جاء بعده، فإذا جاءت بالإسكان تدل على الذم. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الخلف الذي يأتي بعده، الخلف يأتي بعده لكن بسوء. السلف من مضى؟ من السلف؟ عرفا شاعت على القرون الثلاثة الأولى، ولذلك حقيقة علوم الإسلام تأصلت وتأسست في ذلك الوقت. كل شيء جاء بعد ذلك إنما هو تكميلي. التأسيس الحقيقي للعلوم، كل العلوم، علوم الآلة، اللغة، النحو، الصرف، البلاغة، في ذلك العصر أساسها، ولكنها كانت متصلة، كان متصل بعضها ببعض. يعني سيبويه تكلم في عن كل شيء، تكلم في فقه اللغة، وتكلم في البلاغة، وتكلم، لكن التمايز التام جاء بعد ذلك، أيام الجرجاني بعد ذلك، بعد هذا الوقت. الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة تشكل وتكامل في ذلك العصر. أصول الفقه والمدونات الأولى الأصلية في هذا الكتاب جاءت في ذلك العصر، في القرون الثلاثة الأولى. الحديث تمت، مصنفات الإسلام العظمى كالستة الصحاح والمسانيد والموطأ وكذا، يعني الكتب الأصلية تمت في ذلك العصر. التفسير اكتمل ونضج منهجيته، ذات التفسير لا ينضج هذا. لماذا؟ لأنه مستمر مفتوح، لأن أنت تفسر كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى يعني في كل عصر يأخذون منه بغيتهم، فهو متجدد. فالقرون الثلاثة لها احترام بلا شك، يعني من إطلاقات السلف، ولكن السلف الذين لهم يعني احترام خاص جداً، وأقوالهم يعني تؤخذ بعين الاعتبار، يعني تستطيع أن تقول الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. الصحابة بعض أقوالهم لها حكم مرفوع، وهو الذي لا يدرك بالرأي. التابعون يعني جيل مبارك تربى على أيدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في عصر أتباع، في نهاية عصر التابعين وفي بداية عصر تابع التابعين ظهر الفقه الإسلامي وظهرت المدارس القوية. أبو حنيفة من أواخر التابعين زمانا، ومن جاء بعده مالك والشافعي هم من أتباع التابعين، والإمام أحمد من تلاميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه. والمدارس هذه يعني مترابطة، يعني بينها ترابط كبير جدا. نعم فيها بينها اختلاف، لكن في يوجد مناظرات ويوجد ترابط. لأن ماذا؟ لأن كل هذه المجموعة العظيمة المباركة تحاول تحرير ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أبو حنيفة رحمه الله أول مدرسة اجتهادية جماعية في التاريخ الإسلامي، ربما في التاريخ الإنساني، مجموعة كبيرة جدا ويجتهدون، وهناك ترجيح ومناقشات علنية. هذا ما حصل، وهذه مزية فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. أصحابه بعضهم رحل كمحمد بن حسن إلى مالك، واخذ عن مالك علومه. جاء الشافعي رحمه الله فبدأ مشواره باللغة، بعد اللغة أخذ عن الإمام محمد بن حسن ما أخذه عن مالك، وأيضا الشافعي رحل إلى مالك واخذ عن مالك أيضا، الترابط مستمر. جاء الإمام أحمد بعد هؤلاء وأخذ عن الشافعي رضي الله عن الجميع.
العقيدة تمت الأشياء الأساسية، الروايات عن السلف عن الصحابة والتابعين سجلت وثبتت، وجاء من بعدها يعتمد عليها. جاءت مدرسة الإمام الأعظم، ويعني وكان قد كان متكلما، ورثها أبو منصور الماتريدي رحمه الله. مدرسة الثلاثة ورثها أبو الحسن الأشعري، يعني الشافعي ومالك وأحمد، وهذا معنى قوله أنا على طريقة أحمد، ليس معناه يعني أنا مجسم كما يفهم الوهابية يعني على طريقة الكرامية، لا لا لا، هو يتبع الإمام أحمد. فاكتمل نضج العقيدة في ذلك العصر، بحثت ونوقشت كل المسائل العالقة، مسألة القدر، ووصلوا فيها إلى كلام فصل. الإيمان بالقضاء والقدر جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه في القرآن جاء في مواضع كثيرة، واعتبروا وعدوا من خالفهم مبتدعا، الذي قال الإنسان مجبر، الذي قال الإنسان قدري يخلق قدر نفسه بنفسه، كلاهما عدوهم من المبتدعة. مسألة القرآن وهو كلام الله تعالى حصل فيها نزاع كبير، ثم استقر الأمر في نهاية عصر هذا القرن الثالث مع الأشعري والماتريدي، كانت المسألة منتهية تماما. الإمام أحمد بن حنبل كان نهاية مرحلة، عليك أن تنظر إليه بهذا، أنه نهاية مرحلة، فكان في نهاية مرحلة السلف. أما بداية المرحلة الجديدة مع الأشعري ومع الماتريدي، فالإمام أحمد منهجه السكوت كما سنتحدث بعد قليل. نضجت المدارس وتمت المسائل. قضية القدر قلت أخذوا موقفا، قضية القرآن كلام الله تعالى أيضا أخذوا موقف ودونوا الحق في هذه المسألة. قضية الصفات الإلهية وهي أكثر مسألة حصل فيها أخذ ورد والنزاع كبير جدا، لأن السلف جميعا ما دام يعد سلف كان منهجهم السكوت، وقلت أحمد بن حنبل نهاية مرحلة، كانوا ساكتين يقولون ماذا؟ نؤمن بجميع ما جاء عن الله، والشافعي رحمه الله يعبر عن هذا المنهج بقوله نؤمن بجميع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله تعالى، يعني أغلق الباب، ليس على مرادي وليس على ما يبدو لي، هذا من عند الله حق وصدق، إذن يجب علي أن أؤمن به كما أراده منزله جل وعلا، وانتهت القصة دون خوض في التفاصيل. الأكثرون من السلف في هذا الباب قالوا يعني قبل أن نخوض في الصفات، هناك مسألة أخرى، مسألة الإيمان، وحصل فيها نزاع كبير جدا. خوارج لهم رأي، مرجئة لهم رأي، النصوص فيها مشابه أو تشابهات تساعد هذا وتساعد هذا، أقصد متشابهات القرآن والسنة، أما المحكمات فتمنع الشطط وتمنع الضلال في هذا الباب. حررت مسألة الإيمان وانتهى الكلام فيها. إذا أردت المرجئة الذين يخرجون الإيمان من مسمى العمل، ويقول الواحد منهم إيماني كإيمان الملائكة وكإيمان جبريل وكإيمان ميكائيل، فأنت ضال، وهذه فرقة ضلالية. إذا أردت أن العمل قد عطف على الإيمان في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع كثيرة، فهو عطف بالواو يقتضي المغايرة، فأنت الآن تتبع النصوص ولكن تقول لابد من العمل، والإنسان لا ينجو إلا بالعمل. فهذا طريقة أهل السنة والجماعة. الأقوال التي قيلت الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قيلت في مرحلة، ليس لك أن تسحبها في كل وقت. هذه المرحلة ما هي؟ مرحلة شيوع الإرجاء، والإرجاء يقول لا حاجة للعمل، الإيمان كافي ولا يزيد ولا ينقص. فعند ذلك تكلم من تكلم وقال الإيمان قول وعمل وكذا وكذا، لكن بعد ذلك الأمة لا تبقى في هذه الوهدة وهذه الورطة وهذه الحلول الجراحية، إن صح التعبير، يعني حل جراحي إسعافي، خلاص
قول وعمل وانتهى الأمر. بعد ذلك يعودون للتفصيل والعودة إلى النصوص. زادتهم إيمانا، هل الإيمان يزيد أو لا يزيد؟ ما المراد بزيادة الإيمان؟ هل هي زيادة أدلة؟ هل هي زيادة ثمرات؟ هل هي زيادة ذات الإيمان؟ حصل تحرير كبير وانتهت المسائل واستقرت. تم الأمر وأغلق الباب. نعود إلى الصفات. الصفات كان المنهج والسكوت، وآخر من يمثل هذا المنهج أحمد بن حنبل، لكن المعافس للواقع ليس الذي يجلس في الكتب، الذي يجلس في الكتب ويروي عن الشيوخ غير الإنسان الذي يعافس الواقع ويرى تيارات وملاحدة وفلاسفة وإشكاليات تأتي كل يوم مع الناس، وأناس يسلمون من جديد وأناس يخرجون من الإسلام بفلسفات ضالة، هو هذا يعيش ليس كالأول. هؤلاء وقعوا أمام محنة أن هذا السكوت كان يستغل للطعن في ذات الدين، إما أن تحملها على ظاهرها فتقع في مشكلات، مشكلات وتناقضات لا حدود لها. فقط اتبع الآية التي جاءت في السماء والأحاديث التي جاءت في السماء، واحمل كل منها على ظاهرها. السماوات على أصبع، وهناك من يقول أصبع أصبع حقيقي، وفي الوقت ذاته يكون في السماء، وفي الوقت ذاته ينزل إلى السماء الدنيا، وفي الوقت ذاته السماوات مطويات بيمينه، وكذا كذا. إذا جمعتها جميعا ستصل إلى إشكالية كبيرة جدا لا تستطيع الفكاك منها إلا بالتفويض، وهو أن تقول آمنا به كل من عند ربنا، ولكن هذا التفويض كان يستغل. إذا أنتم تسكتون، إذا عندكم مشكلات، إذا وفقوا إلى التأويل. بعد بحث طويل جدا جدا، لا دليل على المنع من التأويل، وإن سكت السلف لا يوجد دليل من كتاب والسنة، العبرة بالكتاب والسنة ليس بالسلف، ليس هناك إجماع على منع التأويل. نعم هناك إجماع على منع التفسير. التفسير ما هو؟ المعنى الظاهر المباشر. والإجماع هذا نقله محمد بن حسن الشيباني عن فقهاء عصره. إذن قلنا التفسير ممنوع. هل التأويل ممنوع ليس مع ممنوعا؟ ليس عندي إجماع. وجدت في ذلك العصر صحابيا جليلا كابن عباس يؤول الساق، ووجدت في ذلك العصر إماما كبيرا كالبخاري يؤول الوجه، ووجدت في ذلك العصر إماما كبيرا كالطبري مجمع على إمامته ولا يتنازع فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، يؤول استوى بمعنى ارتفع وعلى علو وسلطان. وصلوا إلى نتيجة مفادها أن هذه المسألة اجتهادية، وأننا يجب علينا أن نتبع المصلحة التي تثبت الناس على الإيمان. كل مسألة، كل جزئية يعني ناقشوها، وأنا ممن عاش تلك المعاناة، لأني عدت إلى كل نص على حدة وقرأته وجمعت كل ما قيل فيه من حق أو باطل. إذا قلت ليس عندي دليل على منع التأويل إلا آية آل عمران، وآية عمران الوقف فيه اختلاف، تقول القول الثاني ضعيف وكذا، لكن ليس لا يوجد إجماع. نعم افرض أنه ضعيف، وأن الصحيح هو آمنا به كل من عند ربنا وهو التفويض، لكن لا يوجد إجماع في المسألة. إجماع لا يوجد، في خلاف وإن كان هذا الخلاف ضعيفا. طيب ثم يقف آخر ويقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يقول لا أنا ما أبتغي الفتنة، أنا أبتغي رد الفتنة، وهذا مفعول لأجله، مصدر قلبي. فوصلوا إلى نتيجة أن لك أن تؤول إذا اضطررت إليه، ويجب عليك التأويل إذا ما توقفت عليه نصرة الدين، لأن نصرة الدين أولى من السكوت وأولى من الورع. وإذا ما كان للآية أكثر من معنى وبطل بعضها إجماعا أو قطعا، فلا بد أن تسلك المسلك الثاني الذي فيه التأويل. من هنا حصل اصطلاح جديد، وهو السلف والخلف، الآن اصطلاح جديد
غير السلف الذي هو مضى وانتهى، وهو الناس الذين كانوا يسكتون وهم الكثرة الكاثرة في الصدر الأول عرفوا باسم السلف، ومن جاء بعدهم من كبار علماء الإسلام من الراسخين في العلم عرفوا بالخلف. فليس هذا نقص وانتقاص لهؤلاء، لا، المراد به الأولون ومن جاء بعدهم. قضية الأول أكثر ورعا نحن لا ننازع فيها. جاءت كلمة هنا أثناء يعني الحديث عن هؤلاء وهؤلاء، هذه الكلمة شائعة ولكن المحققين يرفضونها. ما هي الكلمة؟ كلمة تقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه منتشرة جدا، وجدنا محققا كبيرا وفحلا من فحول الإسلام وعظيما من عظماء علمائه وهو أبو حامد الغزالي يقول أبدا، هما مذهب واحد. هذا المذهب هو رد الفتنة وتثبيت الناس على الدين، فإن كان بالتفويض فذاك وإلا فبالتأويل. فالخلاف بين الفريقين خلاف عصر وأوان، لا خلاف حجة وبرهان. فجاء يقرر في كتابه الماتع الجام العوام عن علم الكلام، جاء يقرر قاعدة نفيسة في هذا الباب بعد أن ذكر قواعد عديدة: يجب أن تؤمن به، لا يجوز أن تفرع عليه، لا يجوز أن تصرف وتشتق منه. هكذا ذكر قواعد جميلة جدا في هذا الباب، ثم قرر بعد ذلك أنه لو وجد السلف في عصر الخلف لفعلوا فعلهم، ولو وجد الخلف في عصر السلف لفعلوا فعلهم، لأن الجميع علماء والجميع يبتغي نصرة الدين. التشقيق في هذا وطعن أئمة الإسلام واتهام هؤلاء بأنهم خالفوا السلف، نعم يا أخي خالفوا في المسألة ولم يخالفوا في المنهج. ولذلك هنا علامة فارقة بين الاتباع الصحيح للسلف والاتباع السطحي للسلف. ربما نفرد هذه الجزئية بتسجيل خاص: الاتباع الحقيقي للسلف والاتباع السطحي للسلف الذي يتبعهم في مناهجهم، هذا اتباع صحيح. الذي يتبعهم في المسألة تقليد أعمى وسطحية غريبة وعجيبة. كعادتي يعني في الإرشاد إلى الكتب، لكن يعني إذا رجعت إلى الكتب كن موضوعيا. إيش يعني موضوعي؟ باحث عن الحقيقة لذاتها، ليس متحكما وليس هاجما تريد أن تقضي على الكتاب الذي أمامك، لا، اقرأ بتجرد لتفهم. اقرأ كتاب الجامع العوام عن علم الكلام الذي أشرنا إليه قبل قليل، فهو يلخص القضية بشكل علمي بارع جدا. اقرأ كتاب قانون التأويل للإمام ذاته لحجة الإسلام الغزالي، وهناك كتاب آخر في هذا الباب اسمه قانون التأويل لأبي بكر بن العربي، أيضا اقرأه وإن كان أكبر حجما. واقرأ كتاب أساس التقديس للفخر الرازي. أساس التقديس ماذا فعل؟ استبطل ما قاله الرازي وأضاف عليه، فهو أضاف إضافات على ما استبطل ما قاله حجة الإسلام الغزالي وأضاف إليه إضافات كثيرة. فكتاب أساس التقديس أيضا يلخص لك القصة، هناك منهجية علمية دقيقة تبين لك كيفية التعامل مع هذه النصوص. إذن الفرق بين السلف والخلف في المسائل كلها أتكلم عن سلف الراسخين في العلم وخلف الراسخين في العلم، لا أتكلم عن العوام.
الخلق المنهجية واحدة وطريقة التناول واحدة، ولكن الفروع قد تختلف. لماذا؟ لأن السلف سكتوا ورعا، والورع لا حدود له، ما سكتوا لدليل، وإلا أرني هذا الدليل. يعني الذي يقول لك السلف سكتوا، أقول له ما دليلهم؟ أفكر في هذه المسألة فقط. هل السلف حجة؟ هل عندك في الكتاب والسنة السلف حجة؟ الحجة هو الكتاب السنة إجماع قياس. أين إجماع السلف هذا؟ ما أقول لك إذا الطبري يؤول، ومن قبل الطبري البخاري يؤول، ومن قبل البخاري يؤول، حتى مجاهد بن جبر أوسعهم تأويلا وهو تابعي جليل. فإذا هذه خلاصة الخلاف بين السلف والخلف. وليس معناه أن هذا سلف يعني شيء جيد جدا لابد أن تفعله في كل وقت وحين، وأن هذا خلف ارمي وانت ماشي على خطوة الطريق ارمي هكذا، على أن هذا الشيء لا نحتاجه ولا يعنينا. هذا من النظرة السطحية العجيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.